السلام عليكم مشاهدي قناة الطليعة الفضائية ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقيكم على الود والمحبة في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مراسلون. برنامجنا يهدف إلى إيصال المتعة والتشويق في نقل المعلومة لحضراتكم ونقل كل ما هو شيق وممتع وجميل عن تراث محافظات هذا البلد العزيز. إذن مشاهدين الكرام رافقونا في هذه الجولة الممتعة مع ما رصدت إن عدسة كاميرات قناتنا في بغداد وباقي المحافظات. أولى جولاتنا أعزائي المشاهدين راح تكون في جنوب العراق في محافظة الناصرية، ومن نقول الناصرية رأساً راح يتبادر إلى ذهننا شارع الحبوبي. الشاعر محمد سعيد الحبوبي، هذا الشاعر المجاهد والمجتهد اللي خلد تاريخه وتاريخ الدور الجهادي اللي قام به بتمثال في مركز محافظة الناصرية، وهذا الشارع اللي به التمثال سمي تيمناً باسمه. الزملاء في محافظة الناصرية تجولوا بكاميراتهم وتابعوا تاريخ هذا الشاعر ووفونا بتقرير مشوق. أحبائي ما أطيل عليكم بسرد تاريخ هذه الشخصية الفذة، خلونا ننتقل إلى محافظة الناصرية ونشاهد هذا التقرير. عند قدومك إلى مدينة الناصرية جنوب العراق، فإن أول المناطق التي تتبادر إلى ذهنك زيارتها هي منطقة الحبوبي. ومن لا يعرف الحبوبي ذلك المجاهد العارف قائد انتفاضة أهل العراق وأهل الجنوب ضد الاحتلال البريطاني، أبان الحرب العالمية الأولى، حيث قدم من النجف الأشرف بعد فتوى الجهاد من علماء العراق. الواقع الحديث عن السيد الحبوبي هو حديث الشجون، ذلك لأن الرجل آل على نفسه أن يأخذ زمام المبادرة في مسألة تحشيد الطاقات العراقية آنذاك، على رغم أن الطاقات العراقية كانت مبحثرة، ولكن لهذا الرجل يبدو أنه مكانة كبيرة في نفوس العراقيين الذين آزروه وتضافروا معه في عدة أحداث. وهذه القضية الحقيقة وظفها السيد الحبوبي عندما أوكل للكثير من طلبته والكثير من شيوخ العشائر مهمة مقارعة الجانب البريطاني آنذاك، على الرغم من أن هنالك مفارقة تعد لربما غريبة، ذلك لأن هنالك نوع من الإهمال ونوع من الإقصاء لهذا المكون العراقي الأصيل من قبل الجانب العثماني. ولكن هذه الحالة لم تمنع السيد الحبوبي من أن يأخذ على عاتقه مهمة حشد الطاقات، وبالتالي التوجه إلى البصرة باعتبارها الثغر الذي وطأت أقدام البريطانيين عليه. كان للسيد الحبوبي مواقف جهادية تعرفها العرب قبل العراقيين، حيث أعلن رفضه الاحتلال الإيطالي لجمهورية ليبيا العربية، وقام بجمع المؤن وما يحتاجه المجاهدين وإرسالها لهم، وكان يحظى بعلاقات حتى مع الأكراد. فتشير الدلائل التاريخية أن معركة الشعبة التي قادها قد شارك بها أكثر من 1000 مقاتل كردي. في الحقيقة أن السيد الحبوبي مواقفه البطولية ومواقفه الجهادية لم تقتصر على العراق فحسب، وهذا الأمر يتضح من خلال مواقفه وبياناته التي أصدرها أثناء الاحتلال الإيطالي لليبيا عام 1911، عندما قامت إيطاليا باحتلال ليبيا. نرى بأن الحس الوطني، الحس القومي لدى السيد الحبوبي أدى به أن يتحرك مع عدد من العلماء ويصدروا البيانات، بل وأنهم يدعوا إلى الجهاد في سبيل نصرة الشعب الليبي، وهذا تأكيد على مسار العروبة لدى السيد الحبوبي. وأيضا نرى أنه قام مع مجموعة من العلماء بتشكيل لجنة
لجمع الأموال للشعب الليبي، وبالفعل نتج عن هذه اللجنة أنه قاموا بجمع مبلغ من المال وتم إرساله لإسعاف المجهود الحربي للشعب الليبي ضد الاحتلال الإيطالي. أيضا من الإشارات والسمات التي يمتاز أو تمتاز بها شخصية السيد الحبوبي في تحشيد المجاهدين للقتال ضد الغزو البريطاني للعراق، وكما نحن اليوم نعيش فتوى الجهاد فتوى المرجعية. بعد أن خسر الثوار معركة الشعاب بقيادة الحبوبي وبخطأ من القائد العثماني بعد سوء التخطيط، رجع إلى الناصرية ليبدأ من جديد بمراسلة العشائر العراقية لإعادة التنظيم، لكنه مريض وتوفي فيها ليوارى الثرى في مدينة النجف الأشرف، ليبقى تمثاله الذي يتوسط المدينة شاهدا على مواقفه الجهادية. من الناصرية لبرنامج مراسلون، أحمد الحسناوي. من الناصرية ودورها الجهادي، خلي نروح أعزائي المشاهدين إلى محافظة الأنبار، حيث نلاحظ في هذه المحافظة أنه رغم الإرهاب والدمار اللي حصل بها، لأن العوائل ما زالت تستمر ممارسة حياتها الطبيعية بشكل اعتيادي بعد ما عبث الإرهاب وقوى الدمار في هذه المحافظة. سوق الرمادي خير مثال على عودة الحياة من جديد بعد ما أمسكت قواتنا الأمنية بزمام الأمور هناك، حيث نلاحظ أنه هذا السوق والحمد لله ما يختلف عن باقي أسواق المحافظات في العراق، فلاحظ حركة السكان أو حركة الناس وأيضا حركة البيع والشراء تسير بشكل طبيعي. زميلنا أحمد الدليني رصد هذه الحالة بعدسة كاميرته وشاف من الضروري أنه يصور تقرير حتى يثبت بأن الأمل ما زال ينبعث من أزقة هذا السوق. مشاهدينا خلي نروح ونشاهد هذا التقرير. لابد أن تدور عجلة الحياة في المناطق المحررة من دنسي داعش الرمادي والتأميم والخمسة كيلو، فجر جديد بنكهة الانتصار وعنفوان التضحية والفداء، فها هي تنبض بعودة سكانها ومحلها وأسواقها الشعبية بعد أن مسكت القوات الأمنية من شرطة محلية وحشد عشائري الأرض بعد سحق داعش. والله الأوضاع في الرمادي الحمد لله على أوضاع كل زيانة، يعني بعض الشغلات يعني الرمادي مدمرة نسبة هواي نسبة، يعني شغل ما يشتغلون بها الدوائر يعني ما تطلع إلا بعد سنة سنتين، أقول لك الأوضاع يصير شوارعها الأبنية مالتها هذا، والشوف الحمد لله أنت تشوف قدامك الروش العالم ما شاء الله رجعت إلى أبيد، بس عندنا بعض المشاكل الطرق كلها تراب، يعني ماكو معمل سيفت هنا بالرمادي الا قبل كم يوم جابوا قام يشتغلون بيها، يعني قيم مقام ما رجال ما يقصر كلها عندنا، بس نريد من الحكومه تجيب المصرف الرافدين بالرمادي لان المتقاعدين ملم من الذهاب الى بغداد. Oh,
الخدمات التي عادت إليها من ماء وكهرباء ومشتقات نفطية ولو بجزء يسير كانت محل ترحيب المواطنين الذين دعوا ما تبقى من النازحين إلى العودة عاجلا بعد استقرار الوضع في المدينة. حياة طبيعية بالرمادي، رجعت الحياة طبيعية أحسن وأحسن من قبل، وهسه شوف الروش بالسوق يعني العوائل قاعد ترجع للرمادي أحسن من قبل، يوم عن يوم الحياة جاءت تتحسن بالرمادي بجهد القوات الأمنية، الأمن رجع يعني ماكو شيء أحسن من قبل الحياة. أي أحسن بكثير يعني، وان قبل وان هسه أحسن يعني يوم عن يوم أحسن. القوات الأمنية والله قوات الأمنية أبطال جهد القوات الأمنية، لو مو القوات الأمنية إحنا ما نرجع للرمادي. عادة الحياة الطبيعية لمدينة الرمادي ومحافظة الأنبار بصورة عامة، وبجهد الله والحشد العشائر والحشد الشعبي والقوات الأمنية متمثلة بالقيادة شرطة الأنبار والجيش العراقي، والحمد لله والشكر للوضع زين، وكما ترون السوق مزدحم بالناس والمارة والحمد لله والشكر، وإن شاء الله من أحسن الأحسن إن شاء الله. شكل عودة الرمادي وتحريرها نصرا إضافيا للقوات الأمنية وأبناء العشائر الذين رسموا أروع صور البطولات وعودة الحركة نسبيا إلى أسواق المدينة، لكن الكثير من المحلات التجارية أصبحت مدمرة بالكامل بفعل المعارك والألغام التي زرعها عناصر داعش، لكن أهلها عبروا عن فرحتهم رغم الدمار أنهم عادوا سالمين غانمين إليها. بالنسبة للوضع الأمني داخل محافظة الأنبار وخصوصا مدينة الرمادي، الحمد لله مثل ما جاي تشوفون هسه الحياة طبيعية والأمن مستتيب بهمة رجال العراق الأبطال. احنا هنا الفوج السابع حشد الأنبار، فوج الشهيد عيسى أحمد شرقي، أمنين المناطق كلها الحمد لله والشكر بالتعاون ويا شرطة محافظة الأنبار والقوات الأمنية، والحمد لله الحياة مستتبة وكل شيء ماكو، الأمور اعتيادية كل شيء ماكو الحمد لله والشكر. ونهيب اللي على العوائل اللي بقت برا خارج، نهيب بيهم أن يجون، دكاترة موجودين، مخضر موجود، حياة طبيعية كاملة ماكو شيء نقص الحمد لله والشكر، المدارس فتحات، نهيب بيهم أن يعودون لبلدهم لأن ما حد يعمر البلد غير أهله. لقناة الطليعة الفضائية من الأنبار أحمد الدليمي. في حلقتنا لهذا اليوم سلطنا الضوء على مهنة النجارة، هذه المهنة اللي تأثرت بالمنتج الأجنبي المستورد اللي تفتقر إلى المميزات الصناعة العراقية، ألا وهي القوة والمتانة وتحمل الظروف المناخية المختلفة. وبالمقابل نشوف السلع المستوردة اللي مستخدمين بصناعتها مواد رديئة أو غير عملية وتفتقر للمميزات الموجودة بالصناعة المحلية. أعزائي المشاهدين، خلي نروح ونشوف زميلنا علي أمجد والتقرير اللي وفانا به من حول مهنة النجارة. إذا المشاهدين الكرام، خلي نروح ونشاهد تقرير الزميل علي أمجد حول مهنة النجارة. تا
تعد مهنة تصنيع الخشب وبيعه من المهن التي تلقى رواجا في السوق العراقية، حيث تنتشر معامل تصنيعه في أغلب أحياء العاصمة بغداد، وتعتبر من المهن التراثية البغدادية التي لا تجد بيتا عراقيا يخلو منها بسبب رخص أثمانها، إضافة لمتانة الخشب الذي يصنع منه عددا من الحاجيات مثل الكراسي والأسرة والكثير من المقتنيات المنزلية. والله هو شوف، عندنا استخدام مثل البلوك الصاج نستخدمه لرحلات الصلاة، عندنا مثل لوح المعاكس نستخدمه مثلا كرويتات قريولات شراب الأطفال، هاي الأنواع يعني احنا نستخدمها، اي غيرها ما نستخدم بعد. النوعية الخشب الدرجة الأولى روسي، خشب صناعة روسية، خشبة عدلة زينة يعني تقاوم بالقريولات مثلا الصلاة، يا خشب الروسي. والله المبيعات زينة، أزيد مبيعات محافظات، لأنه هو شغلة مثل التراثية يعني كرويته تزيد عمرها، فهي ضالة احنا عندنا نصنعها. والكرويتة والشرابي موجودة يعني سحب زين وأسعارها زينة رخيصة، يعني مو ذيك الأسعار الغالية. أكو عندي إف يجي طبقات مترين وأربعة وأربعين في 120، هذا نقطعه ونسوي قياسات نسوي رحلات مع الصلاة. وكو النوعية الثانية خشب يعني لوح، وكو لوح ثخين، هذا نسوي الثخين نسوي رجلين مال شرابي، والخفيف نسوي بازيات يعني سياجات مال العرض مال طول. وعندنا المعاكس نسوي له جهماته للشرباية أو للقنفة أو للشرباية مال طفل. والأرضية مالته عندنا بلوك مضغوط يسموه، واكو بلوك أسود بلاويد، البلاويد أحسن من المضغوط، بس احنا البيع مالتنا يعني حسب كل واحد امكانيته، يعني يريد يعني امكانيته زينه ياخذ بلوك اسود، امكانيته قليله ياخذ بلوك مضغوط. عدم وجود رقابه من الحكومه العراقيه للسلع التي تدخل البلاد اغرقت السوق العراقيه بمناشئ رديئه كغرف النوم والاثاث المنزلي، اضافه للازمه الاقتصاديه والتي لم تؤثر على انتاج او مبيعات تلك المعامل، حيث يتم تسويق أغلبها إلى باقي المحافظات ليتم بيعها إلى الأهالي هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للخشب مالنا خشب مستورد، خشب روسي نستورده من التجار عندنا، فناخذ بالنسبة للخشب ناخذ احنا بالمتر مربع، ما ناخذ كهيشيمي، ناخذ خشب جديد عندنا معاملنا الخاصة تطلع هذا الإنتاج. بالنسبة كان المحلي كان بس القلنطوز، هذا خشب كان روسي، القلنطوز تدري بوقت صدام ماكو استيراد نهائيا، كان بس المعتمدين على الاشجار داخل البلد، لان استيراد ماكو كان خارج البلد، لهذا كان القلنطوز شغلته مكلفه وتعبانه، وما يطلع انت انتاج هيك خشب صافي وناعم يطلع لنا. فهذا خشب روسي، خشبه بيضه ونظيفه والعالم استقبلته، وخشبه قويه يعني مو تختف عن بقيه الخشب، فالانتاج مالها من تشتغل بيه يطلع خير من الله. اي فالمتر هذا نحن ناخذه كان تقريبا ب 410 عراقي، صار له تقريبا فتره صعد، تدري اللي ادخال قمرق على البلد هذا وادخال شوي السوق صاعد والورق صاعد، لهذا السبب شوي الانتاج ضعف. والله الحمد لله والشكر احنا انتاجنا مستمر، ولان تدري احنا صارنا فتره طويله بهالمهنه هاي مو اليوم البارحه، فعندنا احنا على مستوى محافظات، احنا جمله مو مساله مفرد، فعندنا معاملنا على مستوى محافظات، يعني الانتاج خير من الله والرزق والرزاق حي وخير من الله شغله. عند سؤالنا عن الخشب العراقي ورواجه في السوق العراقية وإنتاجه في تلك المعامل، كانت الإجابة بعدم وفرته لوجود البديل من الخشب الذي يتم استيراده من بعض الدول الأوروبية والذي يتميز برصانته وبخس أثمانه. لبرنامج مراسلون من بغداد، علي أمجد، الطلعة الفضائية. آخر جولاتنا راح تكون ويا الحضارة والتاريخ اللي تمتلئ بها جميع محافظات العراق. أهم معلم حضاري عن بلاد ما بين النهرين هو بوابة عشتار، هذه البوابة اللي تم تسميتها على اسم الآلهة عشتار، آلهة الرخاء والعطاء عند البابليين.
هذا المعلم تعرض عبر حقب من الزمن المختلفة إلى السرقة والاستيلاء على بعض الآثار في أيام الحكم العثماني، وأكثر شيء ننصدم به هو أن هذه البوابة هي ليست بالبوابة الحقيقية. إذن مشاهدين الكرام، خلينا نروح ونشاهد زميلتنا هديل الجميلي شنو عدت من تقرير حول هذا المعلم الحضاري. باب عشتار، والتي تعد هي البوابة الثامنة لمدينة بابل الأثرية، ونبوخذنصر هو من شيدها في عام 575، التي أهداها لعشتار آلهة البابليين. وإن هذه الباب المتواجدة حاليا في آثار بابل هي ليست البوابة الحقيقية، فإن الباب الأصلي قد تم الاستيلاء عليها من قبل الألمان في أيام الدولة العثمانية. تحتوي بابل على سورين عظيمين، السور الخارجي والسور الداخلي، واحتوت على 8 بوابات مهمة، كل اثنين كل بوابتين في جهة، وأهم هذه البوابات على الإطلاق هي بوابة عشتار، تقع في الجزء الشرقي وفي شمال مدينة بابل الأثرية. هذه المدينة سميت على اسم الآلهة عشتار، واحدة من أهم الآلهة التي عبدت في بلاد بابل الرافدين، وهي آلهة الحب والجمال، وهي الحامية لمدينة بابل. مكانة المدينة الأثرية وموقعها الجغرافي المميز عبر الأزمنة المتعاقبة لم يمنعها أن تكون صيداً سهلاً لعشاقها، وإن كان ذلك العشق عسكرياً، فبعد الأحداث التي تلت عام 2003 وما جرت من سيطرة القوات الأمريكية عليها واتخاذهم من الآثار مقراً لهم، زاد من معاناة هذه المدينة وإهمال الحكومات المتعاقبة عليها إلى الآن. بوابة عشتار يعني باب عندما تقف على أعتابها فإنما تقف على أعتاب التاريخ برمته، تاريخ مدينة كمدينة بابل الأثرية. هذه البوابة تعرضت خلال سنوات خلت من الزمن، يعني ما قبل 2003 إلى يعني عدم الاهتمام وعدم الرعاية، وبعد 2003 تعرضت بشكل مباشر إلى يعني إهمال متعمد، هجمة متعمدة قد تكون بنظري القاصر. أعتقد أن قوات الاحتلال الأمريكي عند دخولها إلى مدينة بابل الأثرية لم تعتني بهذه المدينة بقدر ما اعتنت بسلب ونهب يعني ما كان في داخل هذه المدينة من مقتنيات أثرية. أنا يعني ألقي باللائمة بالدرجة الأساس على الحكومات المحلية، أيضا الحكومات المحلية المتعاقبة على هذه المحافظة التي لم نشهد منها أي حراك جاد تجاه هذه البوابة، التي إن دلت على شيء فإنما تدل على عمق وتأريخ هذا البلد. فإن ذكرت بابل ذكر العراق، وإذا ذكرت عشتار ذكرت مدينة بابل الأثرية. يبلغ ارتفاع باب عشتار مع أبراجها 50 متر وعرضها 8 أمتار، وهو محاط بالأبراج الجميلة والعجيبة، حيث كانت تدخل من بوابة عشتار إلى المدينة الداخلية الجيوش العسكرية آنذاك. بوابة عشتار هي بوابة الحضارة، هي بوابة النصر، هي بوابة الحقيقة العلم، لأنه أرض بابل هي أرض الحضارة. هذه الأرض التي يعني كانت قاعدة للقانون والعلوم الأخرى، هذه المدينة اللي كان لها أثرها العسكري وأثرها السياسي وأثرها الاجتماعي في خلال العصور القديمة. مشاهدتنا لهذه البوابة نجد بها حتى اختلاف من ناحية الحجم ما بينها وما بين البوابة الحقيقية، لأنه البوابة أخذت كما أخذت كثير من الآثار، وإنما سرقت كما سرقت كثير من الآثار. نلاحظ الإهمال الكبير من خلال عدم أعطاء الحضارة البابلية مكانتها، حيث تمثل إحدى الحضارات العالمية الحديثة، هو بابل معروفة بالعالم. نلاحظ أنه قلة الخدمين، انتشار الفايات، عدم تعليم الأماكن، غياب الدين السياحي، لا غياب مرافق السياحي. لذلك هذه المدينة تحتاج، أو الحضارة البابلية تحتاج الاهتمام الكبير.
الشكل الذي تحتويه هذه البابو هي مكسوة بكاملها بالمرمر الأزرق والرخام الأبيض، حيث كانت مزينة بمئات الأشكال ومزغرفة برسومات عدد من الحيوانات ومنها التنين والأسد والثور. في الأول كانت تعتبر البوابة واحدة من عجائب الدنيا السبع، كونها تعد جزءا من أسوار بابل الحضارية. باب عشتار باب لا تقرع إلا لغير الولوجي لدخول الأرث الحضاري لمدينة بابل الآثرية. من هنا مر حمورابي ونبوخذ نصر ونبو بلاصر بجيوش تربع من خلالها على عرش بلقيس. من محافظة بابل هديل الجمايلي، قناة الطلعة. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية مطاف حلقتنا لهذا الأسبوع، آملين أن تكون قد نالت استحسانكم ورضاكم. إذن نستودعكم أحبتي المشاهدين على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل.